ساكنه ديال دوار العربي مسيك زياده وخلوق هنايا انا صغيره في الدار. حنايا عندنا عملات البرنوسي بزاف ديال الاغلاط عندنا في السفاده، هما اللي كربلوا هاد الارض كانت كلها غير حجر، ما كانت حتى حاجه، وبيجي وي الله جا هاد العام بيحيدنا حنا من هنايا. كي ليا هو وانا في عمري دابا شحال؟ انا 51 عام. والقيد قال لك تي ما تجوجاش ما تستافديش. بغاو يصيفطونا 30 كيلومتر بعيده على السكنه ديالنا، هاد الناس بغاو يتعداو علينا، حنا في زناطي خلونا في زناطي خلونا هنا. ما عندهمش، كلهم كيعيشوا من البحر. أغلبية وأقلية الناس عايشين هنا بالحي الصناعي، والأكثرية هم عايشين من البحر. حنا دابا كنطالبوا بالاستفادة، وكنطالبوا بيعطوا ولادنا الاستفادة لولادنا كلهم، خصوا لينا ولادنا من 2010 حتى 2018 كلهم ما يستافدوش. والدراري كلهم اللي ما عندوش، عنده ثلاثة الوليدات اللي تزوج في 2010 عنده ثلاثة حتى ربعة الأولاد، كلهم قصوهم، قالوا لنا ما يستافدوش. ودابا حنا كنطالبوا بالاستفادة قانونيا، وكنت حنا عايشين تهميش هنا، وحولونا لواحد البلاصة تهمش أكثر من هذه البلاصة اللي حنا عايشين فيها، وما ما عارفينش حنا واش غيعطيونا الاستفادة ولا ما غيعطيوهاش لينا، فهمتي؟ قالوا لنا غنوضوا كريو، حنا ما عندناش باش نكريو، ما عندناش باش نكريو، كلشي الناس فقراء هنا، واش الناس خدامين ب 40,000 ريال ويكريو ب 40؟ باش غيعيشوا هاد الناس؟ باش غيقريو ولادهم؟ والمدرسة بعيدة، لا مدرسة، لا حمام، ما غيحولونا حنا لديك البلاصة السبيت، ولادنا كيقراو في المحمدية، كيقراو في عين سبع في الكليات، باش غادي نركبوا؟ خاصهم 70 درهم ديال المركب، وحنا حنا ما كنصوروش ديك 70 درهم، با ما كيصور 70 درهم في النهار، أنا الناس كلهم أغلبية الناس فقراء، باش كيحولونا ما نكريوش، ولا بغاو يحولونا يعطيونا نكري باش نكريو، ويعطونا حنا كلشي فقراء. كلشي الناس عايش من البحر، إلا دخل كيدخل 400 ريال في النهار من البحر. شحال الفترة؟ أنا هنا سكان دوار العربي بمسيك حي الصناعي سيدي البرنوسي، المقاطعة ديالنا هي المقاطعة 45. هاد الناس هادو جاو عندنا قالوا لنا ريبوا سيروا تكريوا. هذا هو الأسلوب ديال الحوار ديالهم، ريبوا سيروا تكريوا. حنايا هنا الساكنة مفوضة لنا الأمر، حنا واحد 8 ديال الناس. حنا 8 ديال الناس منتدبين من طرف الساكنه كنهضروا عليهم، مشينا للناس ديال البشاويه قلنا لهم اودي حنا راه منتدبين من طرف الساكنه، حنا الا كان شي مشاكل حنا نحلوها معاكم، جلسوا معنا على طابل ونحلوا معاكم المشاكل، كاين شي حويجات ما غتعرفوهمش حتى غنوريهم لكم حنا، لكن هما لا قالوا سياسه النعامه، ولاو كيفسطوا خيط الرسم، دخلوا لنا البراني في الكاريان ما كنعرفوه ما يعرفنا، ضمن اللائحه ديال اعضاء المستفيدين، وقصوا لنا الناس الاصليين السكان الاصليين قصوهم لنا هنا، ما عرفناش السبب، نهبونا كيضلوا يشفروا فينا. حنا كنطالبوا من صاحب الجلاله يبعث لجنه ديال تقصي الحقائق والبحث مع المسؤولين هادو، الا كانوا هما هاد الهضره اللي كنقولوا حنا كاينه فيهم يمشوا للحبس، الا كنا كنكذبوا عليهم ويدونا حنا للحبس، هادشي اللي كنطالبوا. اما المكان اللي بغى يدونا ليه كاينه حفره ديال الواد الحار، حفره ديال الواد الحار وسط من المشروع، قلنا لهم اودي حنا بعدونا من الحفره شويه، حنا 100 سنين وحنا هنا مقصيين كيفيض علينا الماء، وعاوتاني غديونا حدا الحفره ديال الواد الحار عيب وعار، قلنا لهم سيبونا ديك البلايصه، حنا باغيين سكن لائق، حنا ماشي ضد سكن لائق وماشي ضد اعاده ايواء، حنا بغينا نحسنوا من السكن ديالنا وبغينا الكرامه ديالنا وديال وليداتنا، ولكن للاسف هاد الناس المسؤولين عيونهم لا ترى واذنهم لا تسمع، ما عرفناش السبب. السبب حنا قلنا لكم كما قلنا لكم مسؤولين هنا، مسؤول ديال الباشا ديال القيد 45 كيقلب على ما يدير في جيبه، وكنتحمل كامل المسؤوليه فهاد الهضره اللي كنقول، واذا كانت الهضره اللي كنقول ما كايناش نمشي لعكاشه. القيد ديالنا كينهب بالليل وبالنهار، وكنحملوه كامل المسؤوليه، وحنا كنوصلوا هاد الرساله ديالنا لاعلى سلطه في البلاد باش يحققوا في هذا الموضوع ديالنا، ويجيو يصيفطوا لنا لجنه ديال اعاده الاحصاء ديال الدوار، ونشوفوا الناس اللي كاينين والناس اللي ما كاينينش. وشكرا. الله يجازيكم بخير، حنا بغيناكم توقفوا معانا وتبلغوا لهذا الشيء لصاحب الجلاله. هاد الناس راه تعداو علينا، راه تعداو علينا واحد التعديه العلم بها الله، راه حنايا دابا شهر هذا وحنا واقفين بحال الكوايا، واش حنا زايدين هنا وكابلين هنا؟ خدمنا مع النصارى، خدمنا مع غونزاليز، خدمنا مع الناس هنا باطوره، الناس حنا بعدوا 90 عام هنا في هذه الارض،
ووالدنا حنا هنايا، ودابا كيقولنا ما عندكم لا استفاده لا سكنه لا والو. عطاونا الشهاده كاينه هاكو سيروا خذوها وسيروا خرجوا تكريو، ماشي حشومه هذا الشيء، نضيعوا حنا ولادنا. هاد بنت قبازي باقا هاد الارض ديالها، ملي شرات هاد الارض لقاتها عامره ولا خاويه؟ لقاتها عامره وتمولنا وتخرجنا، حنا باقي نجيو فحالنا، عينا بالفيضان، كل عام يجينا الفيضان نوكحوا روسنا، يجينا الماء نوكحوا روسنا، خدمنا الضو درناه روسنا، الواد الحار درناه روسنا، لا مدرسه لا سبيطارات، الا غرقنا في الماء، البومبيه كنعيطوا عليهم كنقولوا ما عندنا منين ندخلوا، حنا بغينا نتعولوا، وبغينا استفاده من عند صاحب الجلاله، ويحاولنا الله يجازيكم بخير، لا ما يديروا قانونا، يحاولوا لنا ولادنا ويحاولونا، حنا ما يضيعونا لا حنا لا ولادنا. لا بناتنا، حنا كنا هاد العربي بن مسيك هما المدينه القديمه، هما الدار بيدين القدام، هما الولاد القدام، راه بن مسيك معروفين، الله يجازيكم بخير. هاد بن مسيك كان كيجي عندنا نسيبو عبد الرحمن كان كيتخلص من عندنا ب 10 دريال في الشهر. هاد بن مسيك اللي عطينا هاد الارض، وحنا كنا في البحر الفوق وحولنا الرحالينا وقالنا هاد الارض راني مسامح لكم فيها 60 عام دابا باش نشاف بن مسيك وسمح لنا في هاد الارض وسكننا فيها وبركنا فيها. دابا اللي بغاو يخرجونا يخرجونا بالقانون، حنا ما كنطلبوا حتى حاجه، كنطلبوا حقنا والقانون ديالنا. وعاش الملك، وعاش الملك وليداتنا، عاش الملك. زهره مباركه، هذا انا حوات في عمري 68 عام وعشت في هاد البلاصه. حنا الناس المؤسسين ديال الدوار كنا كنبيعوا الحوت والبوزروك العربي بن مسيك، وكنا كنخلصوا 10 دريال ورقه. ولهذا حنا حواتا عندي بيرميت بيش، عندي فاسيكيل، عندي جميع الوراق، وبغاو يصيفطونا 30 كيلومتر بعيده على السكنه ديالنا. هاد الناس بغاو يتعدوا علينا، حنا في زناتي، خلونا في زناتي، خلونا هنا، هنا حنا ولاد هنا، حنا قبل من هاد الناس اللي جاو، هادو اللي جاو باقي ما تزادوش وانا كاين هنا. وعاود نزيدك ثلاثة الخطرات هما يغرقونا، سدوا علينا القادوس، سدوا علينا القادوس، هذوك الناس ديال اللي ديك والناس اللي جاو جداد. شكون هادو اللي بغاو يغرقوا؟ هادو يغرقونا، هادو هذا هاد هاد المسؤولين. واش عمرك شتي شي واحد يغرق على ثلاثة ساعات عاد تجي تقول واد فين كاينة؟ وسيدنا وقف معانا ودار التكرير ومشى ثلاثة كلمة تلقاه بحر، وهاد الناس حبسوا علينا داك الشيء. حشومة هاد الشيء اللي كيديروا فيه. كنطالبوا بحقنا وشعلت العافيه جوج خطرات. صيفطوا لنا صيفطوا لنا عباد الله توجي قال لي ما يستافدوش، يعني فوق 2010 ما يستافدش، ما كاينش ما يستافدوش. هاد ولادي كلهم مزوجين ووالدين، قال لك ما يستافدوش، عندي اسره فين غنديرها؟ انا من الارمله ما خدامه، ما عندي لا لانتي لا حتى حاجه، وتا ولادي الخدمه عندهم ما كايناش. عطل معاشو، عطل معاشو، ما عندناش ولدي. هاد الناس يديروا معنا الحق، تنمشيو للبحر تيلقطوه وتيديروه تيبيعوه في الزناقي. هاد الناس الاكثريه ما خداميش، لا فاتنا البحر صافي، بحال شي حوته خرجنا من البحر، خرجنا حوته غتموت بحالنا حنا، حنا غادي يهزونا يلحونا السبيط السبطيط من الليل. فينا واحد البلاصه؟ حنا خدامين في الحي الصناعي، شحال عندنا من ديال الطاكسيات؟ راه عندنا ثلاثه الطاكسيات، شحال تنشدوا 30000 حيد منا 17000، شحال غيبقى؟ يلا لكم. انا من هاد الساكنه ديال دوار العربي مسيك، زياده وخلوق هنايا، انا صغيره في الدار. واحد النهار توقف لنا القيد المقدم قال لنا التحوال بدون قانون بدون حجه بدون، توقفوا علينا وقال لنا سيروا تكريو. واش ما كاينش حق؟ واش ما عندناش حق؟ يعطيونا مهله ويعطيونا في غنمشيو ويعطيونا السلام عليكم خرجوا كريو، الشهرين وهما متابعينا خرجوا تكريو خرجوا تكريو. عيب، حقره، حشومه، عيب. واش حنا ما عندنا حتى حاجه؟ عاجيتي سير خرج تكري، كاري ليا هو، كاري ليا هو يجي لوحني، عندي ولادي مزوجين وعندي والديا وعندي كل شيء. عاجيتي ولحتينا قلت لنا خرجوا تكريو بلا قانون. ملي جا سعادة القايد قلنا علاش قال لك كريو؟ 10 ايام ما لقاكمش هنايا، حشومه. ها عندنا باش نكريو؟ شحال وحنا غنكريو؟ حنا مستعدين نكريو شهر شهرين، شهر شهر. واش خدامه ب 30000 ونكريو دار ب 34؟ اش غناكل اش غنصير؟ انا خدامه هنا. واش بغاو يعطوكم السكنه ولا قال لكم غير كريو وصافي؟ قال لك خرجت كري، عطونا حجه، حنا مستعدين، حنا باغين، حنا محلين، حنا كيجي الفيضان كيهزنا، حنا مستعدين للحوال. راه التحوال هذا كنتمناوه، راه من نهار زدنا وحنا باغين نتحولوا، حيت هنا مكرفصين. ويني بالقانون بالحجه، ماشي علاحونا وقالنا ها جيراننا تلاحوا. ملي مشى عندهم قالوا قال لهم القيد
واش كرموس كتاكلو خضر ولا طيب؟ قالوا لي طيب. قال لي ما سيروا تطيبوا تنتوما وتعالوا تاكلوا. قالوا لي راه غنتجمعوا نجيو عندك. قال لي ما من الى دابا باقي تجمع سير في حالك. واش هذا حق؟ واش هذا قيد؟ راه المنكر هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساكم مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.